لما تيجي ترجع لأوائل القرن العشرين وتراجع إزاي كانت مصر في هذا الوقت، ده هنخش فيه في تفاصيل شوية بعدين، لكن لما تيجي تبص مصر كانت تحت احتلال بريطاني، مصر كان عندها مشاكل كتيرة جدا اقتصادية واجتماعية، في وجود أساطين مصرية تعلمت في أوروبا ورجعت مصر وبدأ يقوم محورين في مصر، هل نقاوم الإنجليز فقط على المستوى العسكري والسياسي بحيث يمشوا من مصر، ولا يكون عندنا مقاومة تانية نحاول نشوف الاقتصاد المصري اللي تراجع في ظل استثمارات كلها أجنبية جت في هذا التوقيت مع تراجع اجتماعي، مع تراجع تعليمي، مع تراجع فني، مع في كل المجالات. في الوقت ده بدأت في بداية القرن العشرين مجموعات كبيرة من الوطنيين المصريين المثقفين يحاولوا انهم يعملوا المحورين مع بعض، مصطفى كامل في ناحية عن المحور السياسي ضد الانجليز، وعمر لطفي وطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وامين سامي باشا على المستوى الاجتماعي والسياسي والدراسي والتعليمي والفني وكل شيء في مصر. فلما تيجي تلاقي كل الناس دي تجتمع وفي نفسه وهي بتفكر في المقاومه من هذا النوع وتفكر في تاسيس نادي المدارس العليا، تاسيس النادي